السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حندير لكم مسفوف او طعام بالخضره على طريقه منطقه القبائل. دوك بنقولوا الكسكسي. كل جهه، كل منطقه في الجزائر عنده انواع من الطعام كيفاش يطيبوا. قالوا هنا واش نسحق؟ نسحق هنا كميه من الخضره، بطاطا، لوبيا خضراء، حبه بورو، زروديه، اللفت يكون طري، لازم يكون جديد، والقرعة، وبيان سور الكمية على حسب العدد الأشخاص وعلى حسب الكمية اللي راح نطيبوها. وبيان سور نسحقو الكسكس جاف. الخضرة تاعي نقيها ونقطعها دي بتي مورسو ونحطها في الكسكس باش تفور. حطيتها تفور شوية، بعد ندير لها شوية ملح، نزيد نسحق توابل. عندي شوية راس الحانوت، شوية كزبر مرحي، فلفل كحل، وعكري حار وعكري حلو. هنايا راح نحطهم فوق الكسكس تاعي، عفوا نحطهم فوق الخضرة باش يفورو في الخضرة هاديك ويدخل البنة تاعهم في هاديك الخضرة تعطيني البنة. نحركها ونغطي عليها. هنا عندي مورف تاع طماطم وصبارة، غرفة صغيرة حليتها في الماء، نزيدها فوق الخضرة هذيك. هنا عندي كاس من الكسكس الجاف، نغسله وندير له الملح تاعه والزيت ونخليه ينشف شوية. من بعد ما جف الطعام تاعي راني فتحته كامل، نحطه يفور فوق الخضرة هذيك بيان سور، ونحي الغطاء، وفي نفس الوقت نحط البيض يغلي تحت الطعام هذاك في القدرة، لأنه يعني ضروري هاد البيض مغلي في هاد الوصفة. من بعد ما فار هاد الطعام نسيي نحي هذا الفوقاني، نحي الطعام فقط مش قدرت نحي، باش ندير له شويه ماء ونرشو، ندير الماء تاعو ونستناه ينشف. كي ينشف لي نردو. من بعد ما فار انا حطيتو هنا يبرد شويه، نزيد له البيض المقطع ونحر ونخلط، ونزيد بيان سور زيت الزيتون. نحط كميه مليحه وشوفوني في طبق التقديم. الطعام تاعي بالخضره راهو واجد، ما راكم تشوفوا هنا الكمية تاع الخضرة أكثر من طعام، يعني طعام حاجة قليلة، طبق كامل متكامل غني وخفيف. والخضرة كل كما نقولوا كل موسم كل فصل واش من الخضرة اللي نستعملوا في هذا الطعام. هذا ما نقولوش طعام، نقول السكسو. هكذا نديروا اشاك سيزون، نديروا الخضرة تاعها. هذه هي، ان شاء الله وصلت لكم الوصفه هذه كما يلزم، وان شاء الله تسيوها، وماذا بكم تزيدوا لها الزيت باسكو هذا يحب يكون مشرب الزيت مليح. نقول لكم الف صحه وهنا، نتمنى تعجبكم، بقاو على خير.